مرحبا بكم أصدقائي في حلقة جديدة من حلقات التعرف على مستر. اليوم أرحب بكم في قلعة محصنة حيث سنتعرف على أهم الأحداث التاريخية لمستر. تابعوني. قامت مونستر منذ القرن السادس للميلاد، غير أنها أسست رسميا عندما أنشأ المبشر الفريزي لودغا ديرا أعطى للمدينة اسمها الحالي. وفي سنة 805 أصبحت مونستر مدينة كاتدرائية، مما جعلها موقعا نشيطا للكنيسة الرومانية الكاثوليكية. منحت مونستر سنة 1170 حقوق المدينة نظرا لتزايد عدد السكان بها، ثم أصبحت أكبر مدينة في ويستفاليا لاحقا، ونالت بين سنتين 1358 و 1454 موقعا اقتصاديا هاما كعضو في رابطة الهانزا التي تعتبر أهم شبكة تجارية في أوروبا في بداية العصر الحديث. شهدت المدينة فترة مأساوية أبان سيطرة حركة دينية متشددة عليها عرفت بحركة تجديدية العماد أو الأنابابتست، وكان مؤسسها يان فان ليدن المعروف أيضا باسم يوحنا الليداوي، الذي نصب نفسه ملكا على المدينة واستولى على كل الممتلكات وحرق جميع الكتب ما عدا الإنجيل، ثم أطلق على المدينة اسم أورشليم الجديدة أو مملكة صهيون. غير أن مملكته تلك لم تدم طويلا، فبعد أن حوصرت لمدة سنة كاملة سقطت أمام جيش لصقف الأمير فرانت فون فالدك يوم 24 من يونيو سنة 1535، حيث قام أتباع هذا الأخير بتعذيب ليدن وأقرب أتباعه بصورة وحشية، ثم إعدامهم وتعليق جثثهم في تلك السلال المعدنية التي ترونها معلقة على كنيسة لامبر، وما تزال معلقة إلى يومنا هذا كنذير لكل من تجرأ على الكنيسة. عقد في مونستر وأوسنابروك سنة 1648 معاهدة السلام الوستفالي التي أنهت حرب 30 عاما بين البروتستانت والكاثوليك، وكذا حرب 80 عاما بين إسبانيا وهولندا. العبارة اللاتينية باكس أوبتيما ريروم كانت هي الفكرة السائدة والشعار المردد خلال مفاوضات السلام، والتي تعني لا شيء خير من السلام. يعتبر صلح ويستفاليا أول اتفاق دبلوماسي في العصور الحديثة، وقد أرسى نظاما جديدا في أوروبا الوسطى بني على مبدأ سيادة الدول. تعرضت المدينة لخراب شامل خلال الحرب العالمية الثانية، وباتت من أكثر المدن الألمانية تعرضا للدمار، فقد دمرت 91% من مباني قلب المدينة التاريخي و63% من مجمل المباني جراء استراتيجية قصف المعنويات البريطانية. غير أنها أخضعت لترميم تاريخي شامل بعد سنة 1945، وبإلحاح من مواطني مونستر بشكل يشابه الوضع السائد ما قبل الحرب، فقد حصنت المدينة بمباني جديدة كالمسرح البلدي والمكتبة العامة ومكتبة الأبرشي التي تصدرت عناوين الصحف الدولية آنذاك.
أمل أن تكون قد نالت رضاكم حلقة اليوم. تابعوني في الحلقة القادمة لاكتشاف سر جمال مدينة مونستر. أما الآن فعلي تفقد أمور القلعة. طاب يومكم.